السلام عليكم، كيفكم؟ يا رب تكونوا بخير. اليوم رح نعمل احنا وياكم كوسة وبيض او بيض بكوسة. اكلة سهلة وبسيطة، طبعا اغلبنا بيعرفها وكل واحد عنده طريقته واضافاته اللي بيحطها لهيدي الاكلة. انا كمان بعمل اضافات لإلها وبعملها كل مرة بطريقة شكل. والمكونات كتير سهلة وبسيطة، كوسة وبيض وطبعا الزيت والتوابل اللي بدنا نحطها معه. عندي هون انا كوساية من السوبر ماركت الهولندي. الكوسة نحن عنا بهيدا الشكل بينباع، طبعا انا جبت حجم كوساية صغير ولكن في كمان نفس النوعية بيكون حجم اكبر. هيدا النوع بس الموجود عنا بالسوبر ماركت الهولندي، طبعا ما عنا الكوسة الصغير تعول المحاشي المعروف ببلادنا لونه اخضر فاتح، ما متوفر عند الهولنديين ولكن ممكن نشوفه عند المغاربة او الاتراك. البيض هو مكون أساسي لكتير من الأكلات السهلة والبسيطة. أنا من جهتي بعتبر البيض هو البروتين تعول الفقراء، بروتين الفقراء. لما منقطع الكوسة بحجم صغير أو البطاطا أو أي نوع خضرة نحن عم نطبخها، فنحن منكون عم نقلل وقت الاستواء لأنه دغري رح تستوي معنا، وبهالطريقة كمان رح نقلل نسبة الدهون اللي بدنا نستعملها بالطبخة، فهيك نحن منكون وفرنا على حالنا دهون زيادة بإضافة الأكل بنحولها لصحية أكتر. كمان رح نقلل الوقت اللي نحن قاعدين فيه بالمطبخ ناطرين الأكل لتستوي، وكمان رح نقلل كمان استهلاكنا للكهرباء أو للغاز لحتى تستوي الأكلة. فنحن وطبعا النكهة إذا كانت القطع صغيرة أطيب بكتير من إنها تكون حجم كبير، بتاخد المكونات كلها مع بعضها بياخدوا النكهة مع بعض بطريقة كتير جدا مميزة. أنا جربت إني أقطعهم كبيرة وجربت كمان هيدي وصرت أعتمد إني أقطع الكوسة أو حتى البطاطا لما أعمل بطاطا وبيض أقطعهم بحجم صغير. أي معلومة أنا بعطيكم إياها من خلال تجربتي مع الطبخ. طبعا حطيت شوي مثل ما أنكم شايفين، ما كترت، زيت جوز الهند. فينا نحط نحنا زيت زيتون، فينا نحط أي نوع زيت نقدر نحنا متوفر عنا يكون صحي، نحاول قدر المستطاع. وهلأ حطيت الكوسية، طبعا بدو ياخدوا شوية وقت، إذا غطيناهم طبعا رح يستووا أسرع، بس إذا غطيناهم قد تزيد الكوسية نسبة رطوبة مي، أنا من هيك ما رح غطيهم، رح أتركهم يستووا يتحمروا وينقلوا بدون غطاء، لأنه مجرد ما نغطي الشغلة رح تترك المي اللي فيها رح يطلع لبرا. نحن هيدا مع البيض ما بدنا اياه. هلا هون انا عندي فلفل احمر حار واخضر نفس الشي حار، رح شيل هيدي القطعة الجوا لانه هيدي بتخفف حرارة او حدية الفلفل. طبعا اذا عندكم اطفال صغار لازم تنتبهوا لانه يكون في حرب الاكل. وفينا طبعا نحط البديل فلفل احمر او اخضر ولكن يكون بارد ما يكون حار. حار بقصد فيها هون انه شطة، يمكن بعض الدول ما بيعرفوا شو قصدي، بيكون شط يعني حد قوي بيحرق بالتام. قطعته كمان بشكل صغير. وعلى فكرة انا الكوسة والبيض كمان احيانا بحط معه الثوم، يعني انا كل مرة بحاول اني نوع فيها للاكل، بس هذه واحدة من الوصفات اللي انا كمان بسويها. الكوسة وبيض بلبنان من الأكلات اللي عادة نحنا بتتاكل باللقمة وبالخبز. طبعا أنا ضفت هون الفلفل. التوابل اللي حطها أنا طبعا أي توابل نحنا بنحبها فينا نضيفها عليها، خاصة يناسب معاها السبع بهارات، أو إذا مش متوفر ففينا نحط بابريكا، فينا نحط دارسين اللي هو القرفة المطحونة، وفينا نحط فلفل أسود. أنا اللي كان اليوم متوفر عندي بس كان لازم اشتري بهارات وهيك، فحطيت هذا الفلفل الأحمر، حكيت لكم مرة عنه، عادة بشتري من عند الأتراك، في حدية كتير خفيفة، طعمته كتير طيبة، هو مجفف ومطحون، ولكن إذا كان متوفر سبع بهارات فكتير طيب معاها، إذا كان متوفر مثل ما قلت لكم فلفل أسود ودارسين اللي هو القرفة كتير طيب مع البيض، يعني طبعا ما منكتر شوي منحط رشة خفيفة. بعد ما تبلتهم وملحتهم لحط هلا البيض. طبعا الكمية دايما بقلكم حسب العدد الموجود بدو ياكل من هيدي الأكلة. أنا هون عملتها لشخص واحد.
طبعا هيدي الأكلة طيب جنبها زيتون أسود، إذا عنا زيتون حط كاسة زيتون أسود أو أخضر طيب معاها، إذا عنا فجل، إذا عنا بصل أخضر، أي أعشاب طازة بنقدر ناكلها جنبها، حشائش نحن بنسميهم، فكمان طيب معاها. أنا كان عندي بصل أخضر، عندي فجل، وعندي ورق خس، رح آكلهم معاهم. طبعا رح آكلها بورق الخس، وصراحة الأكل كتير بحبها أنا، لأنه هي فيها هيك سبحان الله مع بساطتها فهي فيها نكهة كتير مميزة. طبعا الفجل المتوفر عندي بهذا الحجم، ورح أقطعه دوائر صغيرة لكان تستوت. هلأ تركتها شي كم ثانية بعد أقل من دقيقة على النار لحتى تتابع نضج شوي، بكون أنا قطعت الفجل. انتو شو عندكن؟ قوموا جهزولكن هلأ صحن خضرة جنبها، كاسة زيتون، مخلل حار على فكرة كتير طيب معها، إذا متوفر عندكن مخلل الحار، فلفل الحار بقصد. وهيك بتكون أكلتي لليوم صارت جاهزة. لو انتو جداد على القناة اشتركوا معنا وفعلوا الجرس ليوصلكم اشعار بكل فيديو جديد، وما تنسوا تعملوا لي لايك، وايضا تكتبوا لي تعليق حلو مثلكم، وتشاركوا القناة مع كل الاصدقاء اللي عندهم اهتمام بالاكل الصحي وكمان الوصفات السهلة والبسيطة لتوصل لاكبر عدد ممكن. المشتركين معي بالقناة بتوقع كتير منكم ما فعلين الجرس لحتى يوصلكم اشعار بالفيديوهات اللي عم تجي، فروحوا هلا انزلوا لتحت وشوفوا اذا في عندكم تفعيل لتشوفوا الكيل، حطوا الجرس على الكيل لحتى اول فيديو كل ما اول باول اي فيديوهات بتشوفوا بنزلها ما بتفوتكم. طبعا هون راجعه على البيت مدينه هارلم، والجو كتير بارد، كتير كتير بارد اكتر ما تتوقعوا. انا ماسك التليفون بايدي عم صور لكم، ودي ما عادش حاسه فيهم من البروده. الدنيا كانت كتير شتاء، وهلأ تقريبا وقت المغرب الناس مثل ما شايفين راحت على بيوتها. عادة الأسواق هون بتسكر الساعة 6 كتير بكير، صيف أو شتاء أسواق عنا بهولندا بتسكر الساعة 6. يوم الأحد طبعا بسكروا الساعة 5، بسكروا أبكر، ويوم الخميس بسكروا الساعة 9. طبعا هيدا الساعة 9 بس بالسنوات الأخيرة، قبل كمان كانوا يسكروا يوم الخميس الساعة 6 مثل بقية أيام الأسبوع. عنا السوبر ماركت بالأول كمان كانت تسكر الساعة 6، ولكن بالسنوات الأخيرة بعض السوبر ماركت صارت تفتح بس للسبعة، بعضها بتضل مسكرة ما بتفتح أصلا، وبعضها بيفتحوا للساعة 8، والبعض بيفتح للساعة 10. مثل ما نكون شايفين كمان عن جد المدينة بالليل كتير حلوة، كتير هادية. طبعا الناس كتير بتستعمل هون البسيكلات، وسيلة نقل مهمة كتير عند الهولنديين وكل المقيمين أيضا وغير الهولنديين الموجودين يعني عايشين بهولندا، صاروا مثل الهولنديين بيستعملوا البسيكلات كوسيلة نقل. طبعا كمان من سنوات قليلة صاروا الدليفري اللي بيوصلوا الطعام على البيوت كمان بيستعملوا البسيكلات. أنا كتير بحب أمشي تحت الشتاء، بحب أمشي كمان بالليل خاصة ما بيكون في حدا بالشوارع، والمدينة هادية بتحس إنك أنت تملك كل هالمدينة لإلك. والأضوية بالليل كمان، زخات المطر الخفيفة، عن جد يعني جو رومانسي على الآخر، قد ما أنا كتير حلو، مع إنه بيكون في سقعة، سقعة يعني برد كتير، برد مقارس. هيدي طبعا الباصات، طبعا كل مدينة لون بساطة مختلفة. طبعا نحن بهارلم عنا أكتر من لون، في عنا اللون الأحمر للمسافات الطويلة، واللون الأخضر هذا اللي شفناه هو للمسافات العادية داخل المدينة. هيدي محطة هلأ الباصات، محطة هارلم معروفة كتير حلوة، طبعا تم تجديدها بالسنوات الأخيرة، وحتى كمان محطة القطارات. لما تكون الدنيا مشتية وبصير في رطوبة المي على الأرض، انعكاس الأضوية بالأرض منظر جدا رائع. هلأ أنا ناطرة هون الباص لحتى أروح كمان على البيت. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، بشوفكم على خير بفيديو جديد، وبأمان رب العالمين، مع السلامة. لا تنسوني من دعوة حلوة، إلى اللقاء.